السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب. شباب، المرة الماضية أخذنا بعض الميثود والتولز اللي بنقدر ناخذ فيها باك اب، اللي هم الدمب والتار والكوبي انبوت اوت بوت ميثود. لسه في الميثود الأخيرة اللي هي الداتا دمب اللي بنستخدمها بالديجيتال فورنزيك، ممكن نعطيها بس نخلص الجزئية هاي، جزئية إن وين ممكن نعمل ستورينج للداتا. في كثير من الطرق اللي بقدر انا بعمل فيها ستورينج للداتا، فممكن اعمل ستورينج للداتا على هارد ديسك، ممكن اعمل ستورينج للداتا على ريد، ممكن اعمل ستورينج للداتا على كلاستر، ممكن اعمل ستورينج للداتا على نتورك، سواء لوكال نتورك او بابليك نتورك او بالكلاود، ممكن اسويه في دوله ثانيه، فحسب البزنس ريكويرمنت تبعتي انا بعمل الباك اب تبعي. لكن دائما يفضل الباك اب بيكون مدروس بطريقة صحيحة جدا. لازم نبعد عن الطرق التقليدية اللي بنعمل ستورينج للداتا فيها. كمان لازم ناخذ مجموعة من الأشياء في عين الاعتبار، إنه الباك اب هذا لازم نخليه اوف سايت، ما بنخليه قريب من الشركة تبعتي، لأنه ممكن يصير عندي ديزاستر ريكفري، ممكن يصير عندي ديزاستر، وبالتالي انا بحتاج اعمل ديزاستر ريكفري للداتا او السيرفر او السيستمز. فاذا ما كانت الداتا موجوده في مكان امن فما بقدر اسوي هذا الشيء. طبعا اشهر الطرق التقليديه اللي زمان كانوا يعملوا ستورينج للداتا فيها اللي هي الماجنتيك ميديا، اللي بتعتمد على المجال المغناطيسي. اليوم اغلب الشركات اللي موجوده بتعمل الباك اب من خلال الانترنت او على الانترنت، وممكن يعملوا لك الباك اب ريموتلي وهم موجودين في دوله وانت في دوله ثانيه، وبيقدروا يحطوا الباك اب في دوله ثالثه. لكن للاسف اغلب السيناريوز اللي الموجوده عندنا اليوم، او اغلب العقليه اللي موجوده عندنا في الاي تي، بيعملوا ستورينج للباك اب لوكالي جوا الشركه او جوا المؤسسه، ممكن داخل غرفة ثانية بعيدة عن الداتا سنتر، بس ستيل ان كامبس عملية ستورينج للداتا، وهذا شيء ممكن يكلف الشركة في بعض الكيسز. طبعا دائما يفضل انه يكون هذا الباك اب في ريموفابل ميديا. ليش ريموفابل ميديا؟ عشان اتجنب موضوع الفيلير، موضوع الديزاستر، لانه ممكن تاثر كل الكوبيز اللي موجودة عندي من الداتا. طبعا لازم اخذ في عين الاعتبار اني احاول قد ما اقدر اني ما اعمل ستورينج للداتا على ماجنتيك ميديا، الميديا اللي بتستخدم المجال المغناطيسي في عمليه الستورينج للداتا. ليش؟ لانه عمليه ستورينج للداتا على ماجنتيك ميديا ممكن تسبب لي خطر في بعض الاحيان، لانه الماجنتيك ميديا حساسه لمجموعه من الاشياء زي الاوديو سبيكرز، السماعات اللي بتطلع اهتزازات او تشويش عالي ممكن تاثر على الباك اب ميديا تبعتي، الترانسفورمرز والباور سبلاي والباور جينيريتر، هاي ممكن يكون لها تاثير على الميديا تبعتي، الانشيلدد تيب، التيبس اللي ما بتكون محميه ضد المجال المغناطيسي، هاي ممكن كمان، بعض الهارد درايفز ممكن خلال عملية النقل من مكان لمكان تتعرض لبعض الصدمات، ممكن يصير عندي باد سيكتورز على الميديا اللي بخزن عليها الداتا، مرات المراوح ممكن تأثر على عملية الماجنتيك ميديا، مرات بعض الإشعاعات ممكن تأثر عليها، مرات بعض الزلازل ممكن تأثر على الميديا اللي أنا بخزن عليها إذا كانت من نوع ماجنتيك. طبعا احد اشهر انواع الميديا القديمه اللي كنا نخزن عليها، ما بعرف اذا لحقتوها بس اتوقع لحقتوا في اشياء منها، زي السي دي رايتابل، او عفوا سي دي الريدابل والسي دي ريدابل رايتابل، تمام، اللي بقدر اعمل ريد رايت على السي دي. طبعا تختلف حسب نوع الميديا، في شيء ممكن يخزن 300 ميجا، في شيء ممكن يخزن 1 جيجا، 2 جيجا، 7 جيجا، طبعا تختلف من سي دي لسي دي او من دي في دي لدي في دي. النوع الثاني اللي هو الدي في دي ريدابل او ريدابل رايتابل. ريدابل رايتابل بقدر استخدمه اكثر من مره، الريدابل بقدر استخدمه فقط مره واحده. في عندي كمان الدي في دي رام، وفي عندك البلوراي،
هاي برضو من الميديا اللي زمان كنا نخزن فيها الداتا. طبعا هاي بتستخدم الفوتوكيميكال بروسيس عشان تعمل ستورينج للداتا، بتستخدم الليزر عشان تخزن هاي الداتا. Much longer shelf life believed than the magnetic media. طبعا ممكن السي دي روم يكون السايز تبعته 650 ميجا، ممكن الدي في دي بيكون 4.7 جيجا بايت، ممكن يكون 8.5 جيجا بايت. في عندنا البلو راي ممكن تكون من 25 ل 10 جيجا بايت. طبعا اليوم الاستورج صراحه سعرها ارخص والحجم تبعها كمان قل عندي بكميات كبيره. طبعا في عندي كثير من الفورمات اللي بتكون موجوده في الدي في دي درايفرز. في نوع ثاني ممكن يخزنوا فيه الداتا زي الريموفابل هارد ديسك، زي الفلاش، زي الفاير واير كمان بقدر اخزن عليه. في عندي بعض السمول فلاش ميموري بيكون حجمها صغير جدا كشكل او كابعاد كدايمنشن، لكن كستورج بتاخذ ستورج عاليه جدا مقارنه بالاشياء اللي بتكون موجوده في الزمن السابق. طبعا هاي امثله على اشكال التيبس. لاحظوا التيب هذا الشكل تبعه زي شكل السي دي او شرطه الاغاني القديمه جدا. طبعا هذا شكل الفلوبي ديسك هون. طبعا هنا هاي الكاترج اللي ممكن نركب فيها او المكان اللي بنركب فيه التيبس. هذا شكله، في عندنا شكل ثاني. صراحه بتختلف حسب الشركه المصنعه، بتختلف كمان بالسبيد في عمليه الريدنج والرايتنج. طبعا هاي مجموعه من الخصائص اللي بتكون منها التيب ديفايسز. طبعا مرات احنا لما بدنا ناخذ باك اب التيب بيكون له ستورج معينه، ومرات حجم الباك اب بيكون اكبر من الستورج اللي بتكون عندي موجوده، وبالتالي انا بحتاج الى اكثر من تيب، الى ملتيبل تيبس عشان اعمل فل باك اب، او في بعض الكيسز الى انكريمنتال باك اب. لكن المشكله وين؟ المشكله انه انا دائما في هاي الحالة أنا بضطر مانيولي، يعني لازم يكون شخص موجود عندي كل ما يمتلي تيب يروح مانيولي بيبدو لتيب ثاني. لكن في عندنا مجموعة من الميثودز اللي إحنا ممكن نستخدمها عشان تصير العملية أوتوماتيكلي. أشهر ثلاثة تكنيكس بنستخدمها أو 3 ديفايسز اللي هم الجاك بوكس والستيكرز واللايبراريز. الستيكر طبعا هذا شكله هون موجود قدامكم، هذا طبعا ببساطة هو عبارة عن سيمبل تيب تشينجر، بيبدل لي كل ما يمتلي تيب بيروح يبدل ايش في تيب ثاني. في عندنا النوعية الثانية اللي هي الجاك بوكس، طبعا اوتوماتيكلي بيقدر يبدل ريموفابل ميديا الى ريموفابل ميديا اخرى. النوع الثالث اللي هو تيب لايبراري، طبعا بيكون حجمه كبير زي هاي الشكل اللي قدامكم. طبعا بيكون له ذراع، هاي الذراع بيكون غير الذراع، طبعا بيكون فيه اكثر من تيب. طبعا بيكون في عندنا ارم، هاي الارم عشان تبدل ممكن ما بين التيبس، او ممكن توصل لتيب معين انا بدي اياه. من الطرق اللي بنقدر ناخذ فيها فل باك اب او انكريمنتال باك اب اللي هي الدمب تولز او الدمب سوفت وير. بقدر اخذ فيها باك اب سواء فل باك اب او انكريمنتال باك اب. بقدر كمان اعمل ريستور للباك اب من خلال الريستور كوماند. الدمب عشان اعمل فل او انكريمنتال باك اب، والريستور عشان ارجع ايش الباك اب. غالبا البيلدينج بلوك يوزد باي ايش كوميرشال سيستم، اللي بيستخدم هذا الشيء غالبا الشركات التجاريه. الدمب غالبا بيعمل بيلدينج لليست من الفايلز that have been modified since the previous ايش دمب. بعدين شو بيساوي؟ بيعمل باكينج لهذول الملفات الصغيره، بجمعهم في ملف واحد، بعدين بنقلهم على اكسترنال ديفايس، او ممكن نعمل مباشره على اكسترنال نتورك. طبعا الادفانتج تبعت الدمب سوفت وير، بقدر اعمل سبانينج لمالتيبل تيبس،
بقدر اعمل فايل سيستم لاني تيب ممكن اعمل له باك اب، بقدر احافظ على البيرميشن والاونر شيب والموديفيكيشن تايمز، بقدر احافظ عليهم من خلال الدمب سوفت وير. الفايلز وذ هولز ار هاندلد كوركتلي، بعض الملفات اللي بيكون فيها مشاكل الدمب تقدر تتعامل معهم خلال الالجوريثم اللي مصممه بناء عليها. بقدر بنقدر ناخذ باك اب للفايل سيستم، نقدر ناخذ باك اب للفايل سيستم، بنقدر نعمل هاندلنج لاربيتراري لونج فايل نيمز، الملفات اللي طويله او لما يكون عندي سب دايركتوريز، وبالتالي بيكون عندي الريلاتيف باث او الابسوليوت باث بيكون حجمه كبير جدا. طبعا الديس ادفانتج حكينا عنهم المره الماضيه، every file system must be dumped independently بشكل مستقل عن الآخر. طبعاً only local file system can be dumped، ما بقدر أعمل backup لفايل سيستم أو لإشي مش معمول لماونتنج على الفايل سيستم عندي. الincremental dumps بحتاج إلى restoring لفايل from several sets of tapes. طبعاً في عندنا tool ثانية اسمها الـ R-Dump، بتقدر تعمل local dump لـ local file system على remote tape بيكون موجود في مكان ثاني. طبعاً الـ dump غالباً بأخذ مجموعة من البرامترز، ممكن نعطيها level من 0 إلى 9. level in backup is incremental from the last dump طالما كان قيمته أقل من الآن. الفايل سيستم ممكن نقدر نعمل له باك اب، لاحظوا هون بنقدر نعمل هون انكريمنتال باك اب من نوع 2. الفيرجنز الحديثه من الدمب تقدر تعمل دمب ريموتلي. طبعا اذا بدنا نعمل ريستورينج للداتا اول شيء لازم نعمل كرييشن لتمبرري دايركتوري بشكل مؤقت، بعدين انتراكتيفلي بنعمل ريستور للباك اب من خلال الكوماند اللي هو ريستور heaven i او dash i. طبعا بنعمل بيعمل ريد للتيب كونتنت، بعدين بيعمل بنقدر نعمل نافيجيشن للنورمال دايركتوري تري من خلال بعض الكوماند زي الاس والسي دي والبي دبليو دي. نقدر نعمل سيلكت للفايلز اللي بدنا نعمل لهم ريستور من خلال الاد كوماند، نقدر نعمل اكستراكت لستارت ريتريفينج فايلز. وان هون هذا مثال قدامكم كيف ممكن يعمل ريستورينج للباك اب باستخدام الدمبس. طبعا كمان بقدر اعمل ريستورينج لكل الفايل سيستم اللي انا اخذت منه ايش باك اب. اول شيء بدنا نعمل كرييشن وماونتنج للتارجت فايل سيستم، بعدين نبلش مع اول تيب اللي هو احدث واحد فيهم اللي هو ليفل 0، وبحط الكوماند اللي هو ريستور ماينس ار. من خلال هذا الشيء بقدر اعمل ماونتنج وريستورينج للانكريمنتال دمبس بالترتيب واحد وراء واحد. لاحظوا هنا مثلا هذا الشغلات اللي قدامكم، اول شيء مثلا عملنا ريستور ل 0، بعدين عملنا ريستور ل 05 التيب 05، بعدين 02 و4 و5 تيبس، بعدين 03 و5 و9، كل هاي التيبس عملنا لهم ايش ريستورينج بالترتيب. طبعا بنقدر نعمل دمبينج وريستورينج لعمليه الابجريد. اول شيء بنعمل دمب قبل عمليه الابجريد عشان اتاكد انه ما في مشاكل ممكن تصير عندي، كمان عشان اكون قادر اني اعمل تشينجينج للبارتيشنز اللي موجوده عندي، وبقدر اعمل هاندلنج لديفرنت فايل سيستم فورمات لانه مرات ممكن الابجريد خلينا نحكي بالابجريد ممكن اغير بعض الشغلات بالفايل سيستم. مرات بنقدر بنحتاج ان نعمل انكلودنج مع بعض السيستم سبيسيفيك فايلز اللي بتكون جوا اليوزر او الاي تي سي باس دبليو دي او اليوزر لوكال دايركتوري. طبعا في تولز او طرق ممكن ناخذ فيها الباك اب من خلال التار كوماند، طبعا هاي هذا السنتاكس او مثال قدامكم، او باستخدام الداتا دمب، وهي بنستخدمها كثير في الديجيتال فورنزيك من خلال اني باخذ بت باي بت ايمج عن اللوكال داتا.
طبعا في عندنا تول اللي بنسميها الاماندا الادفانسد ميريلاند اوتوماتيك نتورك ديسك اركايفر. طبعا هاي بتتميز في خلينا نحكي الكومبلكسيتي والسوفيستيكيشن في عمليه الديزاين تبعها، لكنها مشهوره وفري. بنقدر نعمل نتورك باك اب سيستم، بس صراحه يعني قديمه نوعا ما. طبعا الاماندا هي عباره عن ورك اراوند، يعني زي قلدوا التولز اللي هي الدمب والريستور. عمليه التيب مانجمنت بنعمل رايتنج للهيدر، سو ات نيفر اوفر رايتس للرونج تيب، يعني هاي يعني من الادفانتج تبعاتها. بيقدر يعمل مانجمنت للدمب ليفل باعتماد على الكونفيجريشن والفولنس اوف تيبس اذا كان التيب مفلل او لا. الاماندا داز نوت ريجيدلي سكجول الدمبس، فانت بتقدر تعمل سبيسيفاينج للاماونت اوف ريدندنسي اللي بدك اياها. الاماندا بتعمل سبريدنج للورك لود خلال الدمب سايكلز باستخدام تيبس او نتورك. طبعا غالبا النتورك يعني بتكون طريقه كويسه اذا كنت بضمن انه الداتا ما ممكن انه يتعدل عليها، او انه النتورك ما عفوا انه النتورك ما تقدر تفصل، او انه الاتاكر ما بيقدر يشن اتاك على هاي النتورك تبعتنا. طبعا اوتوماتيكلي بنقدر نعمل موفينج للهاير دمب ليفل لما الدمب سايز بيكون حجمه اكبر من الستورج اللي عندنا. طبعا مش بس هذول الستورج اللي موجودين عندنا، في عندنا alternative solution كثير من الشركات، في شيء open source وفي شيء closed source بيكون commercial. الأشياء اللي open source اللي هو backup PC والباكولا، في عندنا commercial solution من شركات زي الـ EMC والـ IBM، وفي عندنا صراحة كثير من الشركات الكبرى اللي بتقدر تعطيني موضوع الباكب. اليوم صراحة الستورج صراحة حجمها صغير جداً، اذا بنصح حدا ممكن ياخذ باك اب، ممكن ياخذ الباك اب على الامازون من الشركات الكويسه. طبعا في عندنا الويب سايت هذا كمان فيه ارتكلز عن الموضوع هذا. هيك خلصنا اغلب الباك اب. بيضل علينا شغلتين اللي هم الباك اب باستخدام الداتا دمب، وكيف ممكن نستخدم طريقه جديده اللي هي السينكرونايزيشن، وناخذ مجموعه من الاكزامبلز كيف ممكن نعمل باك اب على النتورك، بالاضافه الى اكزامبلز عن السكجول باك اب او الاوتوميتد تاسك. كل هاي الشغلات راح نغطيها المره القادمه ان شاء الله. يعطيكم العافيه وكل عام وانتم بخير.